السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسل الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواننا الكرام، طلابنا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي سنتناول فيه درس الموت من دروس علم التوحيد، جوهرة التوحيد للإمام البيجوري للصف الثالث الثانوي الأزهري. هذا الدرس يشمل على هذه العناصر أو يشتمل على هذه العناصر: هل الموت من الغيبيات؟ ما كيفية الإيمان بالموت الذي كلفنا به؟ ما حكم منكر الموت؟ مما يتكون الإنسان؟ درس بسيط وميسر وسهل، تعالى ناخذ عنه فكرة إجمالية، ثم بعد ذلك نتابع سوية من الكتاب. إحنا اتكلمنا قبل كده عن السمعيات، ثم الملائكة، ثم الجن والشياطين، والمنهج بتاعنا بيتكلم عن السمعيات. فهل الموت من السمعيات أم من الغيبيات؟ هل الموت من السمعيات أم من الغيبيات؟ طبعا السمعيات معروفة، السمعيات اللي احنا قلنا نبتدي مع بعض من أول إيه؟ سؤال القبر، نعيم القبر وعذابه، بعد كده البعث، بعد كده الحشر، وهكذا الميزان والصراط والحساب والجنة والنار. هل الموت من ضمنهم؟ أم هل الموت من الغيبيات؟ الغيبيات طبعا زي ما أنت عارف أعم من السمعيات، الغيبيات أعم، فالغيب يشمل كل ما غاب عنك، غيب زماني وغيب مكاني، كل ما هو يحدث بعيد عنك الآن يسمى غيب عنك، إما غيب زماني وإما غيب مكاني. فالغيبيات أعم وأكثر، إنما السمعيات حاجات معدودة 10 11 وبس. طب الموت من أنه فيه، من السمعيات ولا من الغيبيات؟ الموت لا من السمعيات ولا من الغيبيات، بل هو من المشاهدات، لأنه حقيقة مشاهدة محسوسة ملموسة أنت تراها، وأحيانا ترى الميت يموت أمامك. يبقى الموت لا من السمعيات ولا من الإيه؟ من الغيبيات. النقطة الثانية، كيفية الإيمان بالموت الذي كلفنا به، نأمن إزاي؟ أأمن إزاي بالموت؟ أعتقد إزاي إن في موت؟ آمن إن أنت أجلك هينتهي، أجلك هينتهي، مش هتعمر، ده أول حاجة. كل الخلق إلى الفناء، كل الخلق إلى الفناء. طب إيه سبب موتي؟ أموت إزاي؟ سبب موتك وانتهى أجلك. ليس سبب الموت مثلا تقول مثلا ايه فلان قتل، فلان غريق، فلان حريق، تعددت الاسباب والموت واحد. سبب الموت هو انتهاء اجلنا. الحاجة اللي بعد كده ان احنا بنموت بسبب ايه؟ قبض ملك الموت للروح، يعني الذي يقبض الروح هو ايه؟ ملك الموت. يبقى كيفية الإيمان بالموت، كل الخلق الى الفناء، تؤمن باننا جميعا الى الفناء، كلنا جميعا فانين، كله هينتهي، كل من عليها فان، وسبب الموت هو انتهاء اجلنا التي قدرها الله لنا. طبعا في ناس بتخالفنا في النقطه الاولى والنقطه الثانيه، احنا بنقول كل الخلق الى الفناء، كل من عليها فان، انما طبعا عندنا في ناس بتخالفنا باللي هم الدهريون بيقولوا وما يهلكنا الا الدهر، اللي هم بيقولوا ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع، العمليه دوريه شغاله مستمره، من الخلق مش هيفنى، ان هي الا ارحام تدفع، ناس بتلد وارض بتبلع، وهدلنا كده صفه مستمره. الناس اللي بيخالفونا في النقطة الثانية اسمهم طبيعيون، احنا بنقول سبب الموت وانتهى اجلنا. خلاص اجلك انتهى 60 70 80 سنة على حسب العمر الذي قدره الله، بيقولوا لا، هو سبب انتهاء الموت اختلال توازن الطبيعة، حدث عندك اضطرابات مثلا في القلب أو في الكبد أو في أي شيء، فده كان سبب الموت. طبعا بنرد عليهم بالآيات، كل من عليها فان، وهنا سبب الموت هو انتهاء اجلنا التي كتب الله سبحانه وتعالى لنا. ايضا احنا بنامن بان الموت بيكون عن طريق الملائكه، وبنامن ان الموت سنه الله في خلقه لا يتخلف منها احد. انك ميت يا محمد وانهم ميتون، لو كانت الدنيا تدوم لاحد لكان صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا، لكان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بها. حكم ممكن الموت كافر لانه بينكر شيء معلوم من الدين بالضروره، شيء ركن من اركان الدين. مما يتكون الانسان، الانسان بيتكون من روح ومن ايه؟ من جسد. الروح دي غير خاضع للتجربه، غير خاضع للرؤيه، غير خاضع للفحوصات، انما الجسد خاضع للتشريح وخاضع للفحوصات وغير ذلك. هيا بنا الى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: وواجب ايماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت. وواجب ايماننا، هذا معطوف على ما قبله، كما امنا بالسمعيات وامنا بوجود الجن والشياطين والملائكه، يجب علينا ان نؤمن بالموت، ويجب علينا ان نؤمن بان الذي يقبض الروح هو رسول الموت. السؤال الاول يقول: هل الموت من الغيبيات؟ الاجابه: الموت حقيقه مشاهده محسوسه، ليست من الغيبيات ولا هي من السمعيات. السؤال اللي بعده: ما حكم الايمان بالموت؟ يجب الايمان بالموت. السؤال اللي بعده: ما الذي يجب علينا اعتقاده نحو الموت؟ او ما هو الموت الذي كلفنا به شرعا أن نؤمن به؟ كيف نؤمن؟ الإجابة: الإيمان بالموت الذي كلفنا به شرعا على وجهين. الأول
أن نؤمن أن كل الخلق إلى الفناء، الدليل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. من هم المخالفون في ذلك؟ المخالفون في ذلك هم الدهرية الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وبقولوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. ده النقطة الأولى، إن احنا نؤمن أن كل الخلق إلى الفناء وفي ناس بتخالفنا. السؤال بعده أو النقطة الثانية عفوا، أن سبب الموت هو انتهاء أجالنا التي قدرها الله لنا. سبب الموت هو انتهاء أجلنا. من هم المخالفون في ذلك؟ اللي بيخالفون هم الطبيعيون الذين ينسبون الأشياء للطبيعة فيفسرون الموت على أنه بسبب اختلال نظام الطبيعة. ما الحاصل في ذلك أو ما الراجح؟ الحاصل والخلاصة والراجح 1 2 3، أن الله تعالى أخبرنا أن الموت يأتي إذا انتهى الأجل المكتوب، الدليل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 2، أن الموت يكون عن طريق الملائكة التي تتولى إخراج الروح من الجسد. الموت بيكون عن طريق الملائكة، مش اختلال توازن الطبيعة وغير كده يعني. الدليل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وأحيانا ما يبقاش لوحده، بيبقى معاه مجموعة، والدليل على كده فكيف إذا توفتهم الملائكة. 3، الموت وسنة الله في خلقه لا تتخلف، الدليل ربنا قال لسيدنا النبي اللي هو أفضل الناس إنك ميت وإنهم إيه ميتون. ما حكم منكر الموت؟ منكر الموت كافر لأنه أنكر شيء موجود في القرآن والسنة. مما يتكون الإنسان؟ الإنسان بيتكون من روح وجسد، والجسد دي من عالم الشهادة، يخضع المعرفة والتجربة والتشريح وغير ذلك، إنما الروح لا يخضع لهذه الأشياء. أيها الإخوة الأعزاء، كان هذا هو الدرس الرابع من دروس علم التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعكم وأن يعلمكم، اللهم آمين. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.